اللي ان شاء الله باذن الله هنستمر فيه وننتظم فيه الفترات المقبله برنامج العالمي. مع العالمي هنشوف كل يوم جديد باذن الله. معانا النهارده شخصيه من الشخصيات العامه، شخصيه من الشخصيات الجميله اللي هنقدمها للمجتمع، وهو اتش ار وشاعر عربي مميز واحد الموهوبين في وطننا العربي. بنرحب مع حضراتكم بالاستاذ ابراهيم قبيل. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم قبيل. اهلا وسهلا استاذ محمد عناصر. ازي حضرتك عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان حضرتك تشرفنا في الحلقات المقبله، والحلقه دي تحديدا، وخصوصا ان برنامج العالمي هيستضيف كل الشباب المميز اللي دوره فعال ودايما ايجابي في الوطن العربي وخصوصا بلدنا مصر العزيز. بدايه بس احب اشكر برنامج العالمي اللي هو اتاح لي الفرصه ان انا اكون موجود في البرنامج العظيم ده، والقناه العالمي دي قناه من اروع واحسن قنوات، وانصح الشباب بالكامل ان هم يتابعوها ويدعموها، لان هي ده مستقبل الشباب ان شاء الله اللي جاي، وان شاء الله هيبقى لها دور كبير جدا في دعم المواهب الشابه اللي طالعه باذن الله، وان شاء الله اجتماعيا ان شاء الله تساعد في الانشطه اللي هي تعمل لنا انشطه جديده وتعمل ملتقيات ويعني تنشط ثقافات ما بين الشعوب ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه باذن الله. حابين بس النهارده مستر ابراهيم، اعتقد ان الحلقه ان شاء الله مش طويله وهتقتصر ان احنا نتكلم في جزء مهم من حياه الشباب. دايما الشاب النهارده بعد ما بيتخرج من الجامعه بيدور او بيبحث دايما ايه اللي يخليه مميز، خصوصا حضرتك يعني اتش ار، فتقدر تفيدنا اكتر في موضوع ان الشاب الفتره اللي جايه بعد ما بيتخرج من الجامعه ايا كانت كليته ايه وتقديره ايه والسكيلز النولج بتاعته اللي طالع بيها من دراسته ايه، ازاي يقدر يطور السكيلز بتاعته اللي تقدر تاهله لسوق العمل، وايه الحاجات المميزه اللي يقدر يستخدمها في سوق العمل، خصوصا ان هو بيبقى لسه خريج. والله يا استاذ محمد ده سؤال مهم جدا جدا، لان الشباب للاسف بعد انتهاء الدراسه بيعتمد خلاص بقى انا دخلت الكليه الفلانيه، خلاص بقى خدت النولج، خدت كل حاجه خاصه طبعا بمجال الشغل بتاعي، وللاسف ان الشاب بيطلع بيصدم بالواقع ان هو 90% تقريبا او 85% من الشباب ما حدش دلوقتي بيشتغل في المهنه بتاعته، فبيبقى الاعتماد اكتر على ان انا ابدا اخد كورسات في الشغلانه المعينه، مثلا كسي مثلا هشتغل اتش ار، هشتغل في الاي تي، فبالتالي مجال دراستي هتبص لها حاجه تانية خالص مختلفه تماما عن مجال الشغل. وعندنا قاعده في الاتش ار بتقول ان شغل يوم واحد بمقام سنه كامله دراسه، حقيقي انك انت اليوم ده انت بتاخد اكسبيرينس وتكون على ارض الواقع. دراسه هي مجموعه كتب بتقراها بس بتزودك ثقافيا، انما الخبرات والمعارف دي كلها بتيجي عن طريق الشغل، لان شغلانه بتجيب شغلانه. انا دايما بنصح الشباب، يا شباب من فضلكم من فضلكم انزلوا شغل، حتى لو كانت شغلانه مش مناسباكم في الوقت الحالي. هنخش الشركه هنبدا من الصفر، بس ولكن هنا الحته بتاعت الثقافه والوعي والذكاء والفروق الفرديه اللي بتظهر ما بين الناس ده بتميز شخص عن شخص اخر. فبالتالي انا بدل ما انا سي مثلا انا كبزنس مان او صاحب شركه بالكامل، بدل ما اجيب حد بارقام كبيره من بره، لا انا اعتمد على الشاب اللي هو طلع من عندي من الشركه وبدا يتدرج وبدا يوصل لمراكز محترمه، وانا الاقي فيه المستقبل للشركه بتاعتي، فبالتالي يبقى انا طلعت عماله رخيصه عندي ما كلفتنيش كتير، بدل ما اجيب حد مثلا استشاري من بره ياخد باليورو ولا بالدولار. طب ما انا اطلع الشاب اللي عندي، وبالتالي هيبقى انا حققت استفادتين، استفاده انا كشركه ان انا قدرت اوفر مبلغ، واستفاده للشاب نفسه ان الشاب نفسه خد بوزيشن محترم جدا وهيبقى في مقابل مادي محترم. فده دائما وابدا بنصح الشباب، يا شباب من فضلكم من فضلكم ابدا ما تخافش، ابدا ما تخافش، والشغل بيجيب شغل. ما تقوليش بقى اصل انا مستني، اصل انا راجل مهندس، لا مستني بقى ان شاء الله لما يفضى مكان، اصل انا راجل دكتور مستني لما يفضى، لا طبعا اعتمد على نفسك وابدا اشتغل وابدا شوف خد الكارير باث بتاعك حتى لو مش في المجال بتاعك، ولكن انزل ومع المعارف ومع الشغل، الشغل بيجيب شغل ان شاء الله.
طيب في بعض الكورسات اللي يقدر يعتمد عليها الشباب، لان ده سؤال شباب كتير جدا يا مستر ابراهيم، ايه الكورسات اللي يقدر يعتمد عليها الشاب في بدايه حياته وتساعده ان هو يتقدم لوظيفه معينه؟ لو طبعا عند حضرتك وظيفه معينه متاحه او فيكنسي فيها اوفر معين، حضرتك هتطلب متطلبات معينه، ايه المتطلبات البدائيه والرئيسيه اللي يقدر الشاب النهارده يتميز بيها عن شاب تاني ما بدأش اي حاجه خالص غير ان عنده نولج عن طريق دراسته؟ فايه الكورسات اللي حضرتك تنصحنا وتنصح الشباب بيها تقدر تستخدمها كتول او كاداه مميزه تخليه يفرق عن كده؟ سؤال محترم جدا. ماديا الكاستمر سيرفيس، احنا في السوق المصري بالاخص بيعتمد دلوقتي على الكاستمر سيرفيس، لان احنا مش بننتج يعني معظمنا ما بننتجش، معظمنا بيسوق. احنا ليست بلد صناعيه، وبالتالي احنا بلد تسويقيه بشكل كبير، بنعتمد على ان احنا للاسف يعني للاسف ان شاء الله في الدوره الفتره اللي جايه هتعمل ان احنا كمل عادي وانا هقطع في المونتاج. الدوله ان شاء الله احنا بنعمل اللي احنا الدوله اكيد الفتره الجايه دي هتتحول ان شاء الله بلد صناعيه، وان شاء الله يعني الحين بقى ما يتم الخطوه دي. انصح الشباب ان هم يبداوا ياخدوا كورسات في الكاستمر سيرفيس، في السيفتي والهايجين، على حسب كل شاب بياخد على حسب المجال بتاعه. يعني انا دلوقتي ما اقولش مثلا راجل في الهندسه وهيشتغل مثلا مهندس، اقول له خد كاستمر سيرفيس ليه؟ بيبدا ياخد كورسات الحاجه تناسب معاه. راجل في الاي تي اقول له خد كاستمر سيرفيس ليه؟ مش من تخصصه. كل شاب يعني بشكل عام بشكل عام ان كل واحد يتخصص في المجال بتاعه ويبتدي يبحث عن الكورس المهم في الجزئيه بتاعته، ولكن صحيح. السوق المصري بشكل عام بيدور على الكاستمر سيرفيس. صحيح. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا بنعتمد اكتر على ان احنا بنجيب البضاعه من الخارج الكلام ده، وبنبدا نعمل عمليه تسويق في السوق المصري. تمام. بشكر حضرتك يا مستر ابراهيم، واعتقد ان انا مش حابب ان انا اطول على الشباب في الحلقه بتاعت النهارده، وباذن الله نوعدكم ان كل يوم هيبقى في جديد وفي اسئله مميزه مع شباب مميز من سوق العمل اللي تقدر تساعدكم وتطور من مهاراتكم الفتره المقبله. بشكركم جدا، بشكر استاذ ابراهيم جدا، شكرا جدا لاستضافتك النهارده. استاذ محمد بس في النهايه بس انا احب اوجه رساله للشباب، يا شباب من فضلكم ابداوا، ما تخافوش، ابدا اشتغل، انزل شغل، خد اكسبيرينس، ونعمل اكسبيرينس لو ربنا اكرمك في معاك اي فلوس زياده. ممكن الدوله دلوقتي كمان بقت توفر كمان انك انت ممكن كنت تاخد قروض لغايه 2 مليون جنيه، فبالتالي لو انت عندك اكسبيرينس في مجال معين ما تخافش. احنا عندنا مبدا في الاتش ار بول ريسك ايكوال ريسك، يعني ابدا ما تخافش، لان يعني خوفك هيفضل يخليك في نفس المنطقه اللي انت فيها. كل رجال الاعمال ما شاء الله اللي هم عملوا دلوقتي كلهم رفضوا الوظائف الحكوميه وكلهم بداوا بريسك في مشاريع، في منهم كتير جدا فشلوا تمام، بس في منهم برضو اللي نجح واللي ربنا اكرمه وبقى حاجه كبيره جدا وبقى يشغل الشباب كتير عنه. فنصيحتي بس في الاخر للشباب، ابدا ما تخافش. شكرا يا استاذ محمد. العفو يا استاذ ابراهيم، وبشكرك انا بشكرك جدا على الحلقه الجميله.